بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله مع العبد الصالح الخضر، وعلى ما رجح بعض العلماء رحمهم الله تعالى هو نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فسنذكر هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. والسبب أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيباً في بني إسرائيل، وسئل عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس، فقال أنا عليه الصلاة والسلام، فعتب الله سبحانه وتعالى عليه بأن لم يكل العلم إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى. فأوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن عبدي الخضر هو أعلم منك، يعني في بعض الأمور، وإلا موسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل منه، وهو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد أوتي موسى عليه الصلاة والسلام حظاً وافراً من العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر هذا حتى يتعلم موسى عليه الصلاة والسلام ويربيه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله أن يلقى العبد الصالح، فأخبره الله سبحانه وتعالى بأن يحمل حوتاً في مكتل، فإذا فقد الحوت فهذه العلامة على لقاء هذا العبد. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه. وإذ قال موسى عليه الصلاة والسلام، وهو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كليم الله، لفتاه يوشع ابن نون. وكان في هذا الوقت لم ينبأ عليه الصلاة والسلام أي يوشع، ونبئ بعد موت هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لفتاه، فيه أيضا جواز اتخاذ الخادم، وفيه أنه اتخذ يعني خادما فطنا، ويساعد في هذا الأمر وفي هذه الرحلة في طلب العلم. هذه رحلة من نبي الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام لطلب العلم، ولا مانع أن الإنسان يكون له حظاً من العلم والتعليم والدعوة ما إلى ذلك، ويجمع بين التعليم والتعلم كما صنع موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا فيه عزم صادق من موسى عليه الصلاة والسلام على الرحلة في طلب العلم والتعلم كما أمره الله سبحانه وتعالى. أو أمضي حقبا أي زمنا طويلا، يعني يصل إلى مبتغاه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه الجد والاجتهاد في طلب العلم. نعم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. عندما بلغ أي موسى وفتاه أي يوشع عليهما السلام، عندما بلغ الموضع الذي يعني أمر بأن يجد العبد الصالح فيه. نعم. نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. من الذي نسي؟ موسى عليه الصلاة والسلام نسي موضوع هذا الأمر من التعب والنصب في هذا السفر، والنسي الثاني هو فتى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. فلما جاوزا أي هذا المكان، يقول ابن سعد رحمه الله تعالى أنهم يعني وصلوا إلى هذا المكان مجمع البحرين في المساء، وباتوا في هذا المكان، وفي النهار ارتحلا. نعم. وبعد هذا جاء النصب والتعب.
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لا عيد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم، فلما جاوزا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي سفر؟ الأول أو الثاني؟ يعني الآن السفر الأول لم يكن فيه نصب ولا تعب لأنهم أو إلى الصخرة، السفر الثاني حصل منه التعب، ولهذا يقول أن السفر والقصد إذا كان لله سبحانه وتعالى يعان العبد عليه، ولهذا لم يتعب موسى عليه الصلاة والسلام من السفر الأول. عندما جاوز الموضع الذي أمر بالسفر والسير إليه جاء النصب والتعب، هذا يقول قول. القول الثاني أن شوق موسى عليه الصلاة والسلام للتعلم عن ذلك أنساه التعب الأول. نعم، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يقول لا مانع أن الإنسان يخبر عن الواقع وعن الحقيقة دون التسخط والتضجر والاعتراض على القضاء والقدر، لكن لو كان هذا عن طريق الاعتراض على القضاء والقدر طبعا هذا لا يجوز، ولا بد للعبد الرضا والتسليم، ولهذا قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. ونهينا مثلا عن سب الدهر، السب إذا كان من باب التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. لقد لقينا من سفرنا هذا أي الثاني نصب أي تعب. نعم، آتنا غداءنا، قال هذا فيه أيضا تواضع موسى عليه الصلاة والسلام بأن يأكل مع خادمه. نعم، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نعم، نسيت أخبرك بهذا، ونرجع إلى الصخرة في هذا الموضع، الحوت الذي كان معهم رجعت إليه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ما السبب في أنه نسي؟ نعم، قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذا فيه أن الشيطان لا يريد من بني آدم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يريد من بني آدم أن يتعلموا العلم الصحيح، وهنا قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولهذا نسي أن يذكر هذا الأمر لموسى عليه الصلاة والسلام، ونسب هذا أنه هذا من الشيطان، من تسلط الشيطان. نعم، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. نعم، هو يعني كان أمر عجيب أنه كيف تحل فيه الحياة ويرجع إلى الماء. نعم، قال ذلك ما كنا نبغ، يعني هذا الذي نطلب، هذا الذي خرجنا من أجله، وهذا الذي يعني أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالسير إليه، وهي العلامة التي تدل على وجود العبد الصالح. نعم، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. نعم، لم يعاتبه لأنه ذكر أن هذا أمر يعني نسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلم يعاتب، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما، يعني رجع يقصا الأثر حتى يصل إلى الموضع الذي كان فيه. نعم، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه من الأدلة التي تدل على أنه نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فعندما رآه موسى عليه الصلاة والسلام سلم عليه فقال له وأنا بأرضك السلام، فقال له أنه هو موسى عليه السلام، قال موسى بن إسرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم،
الآن حصل المطلوب وبدأ الآن في إرادة الالتحاق بهذا المعلم، وظهر هنا آداب طلب العلم، وظهر هنا تواضع موسى عليه الصلاة والسلام. فبدأ الآن موسى عليه الصلاة والسلام يعرض عليه ماذا؟ نعم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له على وجه العرض، ما يقول علمني أو أريد أتعلم وكذا، قال هل لا أتبعك، يعني أريد أن أكون من أتباعك من طلابك. وهذا الذي يترفع عنه اليوم بعض طلاب العلم، يعني لا يحب أن ينسب لشيخه، حتى عندما ينادي الشيخ يقول: ليس من الأدب لطالب العلم أنه ينادي الشيخ باسمه، يقول يا فلان مثلا، أو ينادي يقول يا شيخ نكرة، لا، يقول له يا شيخنا، يعترف له بالعلم والفضل، وهذا من الأدب. فبعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني ترفع عن هذا، قال هل أتبعك، يعني أريد أن أكون من أتباعك، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام قلنا أفضل منه ومن غيره ممن فضلهم الله سبحانه وتعالى. فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني، يعني قل أنا أريد أتعلم، ما قال أمشي معك ونستفيد من بعضنا البعض، قال لا، أريد أن أكون متعلم وأنت معلم مما علمت، يعني من بعض العلم الذي ليس بجدك واجتهادك، هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، أريد أن تعلمني من بعض العلم، ما قال تعطيني كل ما لديك من علم، واعترف له بالعلم والفضل. نعم نعم. الآن يعني بدأ يعني يذكر شيئا من آداب طلب العلم، وهناك يعني شروط أيضا للالتحاق بالمعلم سيذكرها الآن. نعم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لا تعيد أول. قال: هل أتبعك؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني هو موافق على أن يكون متعلم لديه، لكن قال: أخشى ألا تستطيع أن تصبر معي، وهذه الأمور التي أنت قد تراها في الظاهر أنها هي منكرة، هي في الحقيقة ليست بذلك، فلا بد من الصبر وعدم المساءلة عما سيقع. نعم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني ذكر له الأمر وذكر له السبب، السبب أنه لا يعلم هذا، وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، أن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم أن عند هذا من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. قال: أنا أعرف آداب طلب العلم، أن المتعلم لابد يصبر على المعلم، ولهذا قالوا: اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زفراته. إذا تصبر على المعلم فهذا الصبر يجعلك تأخذ منه العلم، فلابد من الصبر وعدم الاستعجال وعدم المقاطعة وعدم السؤال، وهذا الذي قاله موسى عليه الصلاة والسلام وعزم عليه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يصبر. نعم، عزم لكن ما استطاع أن يفعل هذا. نعم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني الطاعة في المعروف، ولهذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الأمراء والعلماء، لا بد الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا أعصي لك أمرا، فأنت ترشد وتأمر
وتعلم وأنا أطيع في غير معصية الله. نعم، قال أنا أعرف هذه الآداب وسأسير عليها بإذن الله، عزم على هذا لكن ما استطاع. نعم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى عليه الصلاة والسلام وتبين لنا من أمر الخضر أكثر من هذا. نعم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الآن وافق على المرافقة وشرط، يقول المرافقة الموافقة، شرط المرافقة الموافقة، فاشترط عليه هذا ألا يسأل. ولهذا بعض الطلاب أحيانا، وأنت تعرف هذا أيضا يعني في المدارس حال بعض الطلاب في الفصل أحيانا يسأل سؤال أحيانا يقاطع المعلم والمدرس ويضيع الحصة، صحيح أو لا؟ نعم يسأل، أو يسأل عن أشياء ستأتي، فهو قال له لا تسأل، اصبر حتى أنا يعني أخبرك عن هذا الأمر. نعم. فبدأت الآن يعني الرحلة في هذا التعلم. نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. فانطلقا يعني هذا معناه أن الفتى لم يكن معهما، فانطلقا مثنى، صحيح؟ تمام. فانطلقا، نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. نعم، حتى إذا ركبا في السفينة، وهذا فيه جواز ركوب البحر، لكن إذا لم يكن فيه يعني خطر عظيم. ثم أن الخضر اقتلع لوحا يقول من هذه السفينة. نعم، اقتلع هذا الأمر الأول. نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. نعم، هذا أمر يعني ظاهره أنه يعني يريد إغراق من في هذه السفينة، وهذا لا يمكن أن يصبر عليه موسى عليه الصلاة والسلام، لكن وقع هذا من موسى عليه الصلاة والسلام نسيانا. فالأولى يقول نسيان، والثانية شرط، والثالثة عمد، ثلاثة مواضع. الأولى يقول كانت عن نسيان، ولهذا لم يؤاخذه على هذا النسيان وعذره. أما الثانية كانت عن شرط، فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هذا الشرط. الثالثة عمد. نعم. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد. نعم، لأن هذا يعني ظاهر الضرر ولا بد من الإنكار. نعم. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يعني هذا أمر عظيم شنيع، كيف تصنع هذا؟ نعم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الأولى. الثانية ألم أقل لك، لأنه هذه أول موضع يذكر له، إذا ما ذكر من قبل، أما الثانية سيقول له لك، صحيح؟ تمام. والآن قال له يعني أنا قلت لك أنك لا تستطيع أن تصبر عن هذه الأمور، لكن وقع هذا من موسى عليه الصلاة والسلام نسيان، فأجاب موسى عليه الصلاة والسلام واعتذر عن هذا، أن هذا وقع عن نسيان، والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت. نعم، هذا الأول، الاعتذار الأول. الثاني ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني لا تصعب علي الأمور، وكن لينا معي وأنت معلمي وأنت كذا، فاستجاب. نعم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. وهنا يقولنا الثانية الآن وقعت، وموسى عليه الصلاة والسلام الآن هنا ليس عن نسيان. نعم، قتل غلام صغير لم يؤمر بقتله وما صنع شيئا حتى يقتل. نعم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. نعم.
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نعم، تقتل النفس بالنفس. ولماذا تقتل هذا الغلام وهو ما صنع شيئا؟ نعم. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني هذا أمر منكر ولا يمكن أن أسكت على هذا. نعم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الثانية، ولهذا قلنا الثانية شرط الآن. فقال له نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لأن الآن ما حصل المطلوب، وقلنا شرط المرافقة الموافقة. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. نعم، وأنت معذور في هذا الأمر. قال فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. نعم، لأنهم يعني الآن هم ضيوف، والأصل أن يقوموا بواجب الضيافة لهم. نعم، لكن نسأل العافية والسلامة، هؤلاء يعني حصل منهم أنهم لم يضيفوا هؤلاء، ويعني لهذا يعني موسى عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أنه لا يأخذ الحق الواجب مع أنهم لم يعطوهم الحق المستحب. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. رأى أن هناك جدار يريد أن يسقط فجاء إليه وصنعه من جديد. نعم، أقامه. نعم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لأنهم لم يقوموا بضيافتنا وأنت تصنع هذا ولا تطلب منهم الحق الواجب عليهم. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. لأنه لم يكن منه هذا، لكن كان هذا شرطا من موسى عليه الصلاة والسلام، وقال هذا هو الفراق، أنك لم تصبر لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، والثالثة أنت قلت أنه فراق. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الأولى تستطيع وفي الثانية تستطيع. لماذا؟ لأن في الأولى الأمر صعب غير واضح الآن، فيحتاج إلى زيادة في المبنى، فالزيادة في الحروف، الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. أيهم أسهل؟ الأسهل التسلق والأصعب الشق، مفهوم؟ نعم. ولهذا تقول مثلا سأسافر وسوف أسافر. سأسافر هذه قريبة، سوف لأنه زيادة في الحروف، فالزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. قال الآن عندما حصل الفراق، قال الآن سأشرح لك أبين لك هذه الأمور حتى يعني تستقر الأمور لديك وتعرف أن هذا أمر كان بإرادة الله سبحانه وتعالى ولم يكن مني. نعم. وحتى لا يبقى في نفسك شيء. نعم. وهذا يعني يكون صنيع، لابد يكون صنيع المعلم أنه يبين للطالب. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم، سأشرح وأبين لك هذا الأمر. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن فيه جواز العمل في البحر، وفيه أن المسكين قد يكون له مال، لأن هؤلاء مساكين وعندهم سفينة. نعم، لأن هذه آلة العمل،
إذن لا يمكن أن نأخذ آلة العمل من المسكين. لو عندنا نجار الآن وعنده آلات نجارة وآلات حداد وليس له مال الآن، هل نعطيه من الصدقة؟ قال لا، عنده مال حداد. الآن عدة الحداد هذه نأخذها، أما عدة النجارة لا يمكن نأخذها منه، لأن هذه آلة العمل. نعم، لمساكين يعملون في البحر. نعم، طيب يعملوا في البحر هؤلاء، طيب ما السبب في خرق السفينة؟ قال لأن هناك ملك ظالم نسأل العافية والسلامة يأخذ كل سفينة صحيحة، فخاف الخضر أن يرى هذا الملك هذه السفينة صحيحة، ولهذا صنع الضرر الأقل حتى يدفع به الضرر الأعلى. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نسب العيب لنفسه، وهذا فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى، ونظير هذا ما قاله الخليل عليه السلام، قال وإذا مرضت فهو يشفي، والجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا والشر ليس إليك، مع أن الكل بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه التأدب في الألفاظ. نعم. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم، فدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى. نعم، وأهل السفينة ما عرفوا هذا، ولهذا يقول ابن سعد رحمه الله وغيره أن المسلم لابد أن يرضى بقضاء الله وقدره، وقد يكون أحيانا القدر فيه يعني صعوبة فيه مرارة، لكن يحصل له بالرضا بقضاء الله وقدره والسير على ما أراد الله سبحانه وتعالى على خلاف الشرع يحصل عليه خير كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله ولم يؤذى أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. يعني سبب قتل هذا الغلام أن له أبوان مؤمنان، والله سبحانه وتعالى علم أن هذا إذا كبر سيؤثر على إيمان هؤلاء وقد يؤدي بخروجهم من الدين، فدفع الضرر الأقل الأعلى بالضرر الأقل. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى يعوض على هؤلاء بابن آخر. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نسأل الله العافية والسلام. وقد يكون الولد يعني سببا لخروج الوالدين من الدين. نعم، وقد يكون العكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ونسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، والأول خرق السفينة نسبه لنفسه. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، وذكره الحال أن هؤلاء أيتام، وصلاح الأبوين قد يؤدي هذا إلى نفع الأولاد بإذن الله سبحانه وتعالى كما حصل هنا. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. إذن هنا بيّن له الأمر الثالث وانتهت الآن الأمور الثلاثة ووضحها له. نعم، قال وما فعلته عن أمري، يعني في هذه الأمور الثلاثة
يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أنه نبي عليه السلام. نعم. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولم يقل له تستطع، لأن هنا الأمر أصبح واضحا جليا لموسى عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال أنه يعني آخر كلام نطق به هنا قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه إيش؟ سيفارق الآن وسيمشي عنه، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وانطلق وانتهت القصة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نتكلم عن هذه السورة. أي سورة هذه؟ يا إخوانا، سورة الكهف. هذه السورة متى تقرأ؟ كل جمعة. طيب لماذا نقرأ هذه السورة كل جمعة؟ نعم، ها الشيخ. نعم، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة سورة الكهف، أنها تقرأ في يوم الجمعة، ولهذا نقرأها، لأن احنا عبيد وليس لنا إلا الرضا والتسليم. طيب الثاني، أن من فواتح سورة الكهف فيها عصمة من ماذا؟ من الدجال. طيب سبب التسمية بسورة الكهف، لماذا سميت هذه السورة بسورة الكهف؟ لأن فيها ذكر الكهف. طيب بدأت بماذا هذه السورة؟ بالحمد. كم سورة افتتحت بالحمد في القرآن؟ ها ها، خمس سور. نعم، خمس سور في القرآن افتتحت بالحمد، منها سورة الفاتحة. طيب يقول، طيب هذه السورة كم قصة فيها؟ سورة الكهف كم قصة فيها؟ ها أخوانا، ستة أو أربعة أو خمسة، أنا يعني أساعدكم. ها يقول أربعة، أربع قصص. الأولى قصة أصحاب الكهف الفتية، والثانية قصة صاحب الجنتين، والثالثة قصة موسى عليه الصلاة والسلام، والرابع قصة ذو القرنين. عندنا هذه فتن أربعة، يدير هذه الفتن إبليس، لأنه ذكر في السورة كان من الجن فسق عن أمر ربه، صح؟ يدير هذه الفتن. إذن عندنا أربع فتن ويدير هذه الفتنة إبليس. الفتنة الأولى في قصة أصحاب الكهف فتنة الدين، صح؟ الثانية فتنة المال، الثالثة فتنة العلم، الرابعة فتنة الملك، صحيح؟ إذن هذه فتن أربعة يدير هذه الفتن إبليس. إذن هي أربع قصص ورد شيء من ذكر إبليس. نعم، كان من الجن فسق عن أمر ربه. طيب إذن هل هناك علاقة يقول لاسم هذه السورة مع هذه الفتن؟ قال نعم. وهل هناك علاقة بين قراءة هذه السورة في كل جمعة؟ نعم، حتى تتذكر في كل جمعة أنك تدخل في كهف، لكن ليس كهف تحت الأرض أو في الجبل، لا، أن تبتعد عن الفتن، خاصة هذه الفتن الأربع التي يديرها إبليس. ففتنة الدين تعصم بماذا؟ كل هذه الفتن بالاعتصام بالله أولا وآخرا، لا نشك في هذا. طيب ثم في الأولى بعد الاعتصام بالله أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فماذا صنعوا؟ اجتمعوا. إذن لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والاجتماع هذا يؤدي إلى القوة بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، حذر من افتراق الأمة. إذن لابد من اجتماع، إنهم فتية آمن، إذن لابد أن نجتمع على تقوى الله، على عبادة الله. الثاني فتنة المال في صاحب الجنتين، وصاحب الجنتين يعني مرة ذكرت جنتين ومرة ذكر له أنها جنة. هو عندما ذكر له قال
أنها جنة، لماذا؟ حتى يحقرها له. أو قالوا أن المفرد إذا أضيف يعم. فهذه الفتنة فتنة المال كيف تقاوم؟ التجاء بالله سبحانه وتعالى ينفق هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يبحث صاحب المال عن صديق صادق ينصح كما حصل في صاحب الجنة أو الجنتين على ما ذكر. الثالث يقول فتنة العلم، كيف بماذا؟ بأن الإنسان يتواضع ويبدأ مع العلم أن يتعلم. وفتنة الملك يقول قال عينوني بقوة، أن يطلب الإعانة من شعبه من قومه أن يعينه على هذه الأمور. إخواننا أنا والله نحن هذا ليس من الدرس، يعني الكلام عن سورة الكهف، لكن يعني نحن نقرأ هذه السورة في كل جمعة، فهل فكرنا يعني لماذا تقرأ؟ ما القصص التي فيها؟ لماذا هذه تتكرر؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ افتتحت بالحمد، ويعني آخر السورة ماذا؟ ها؟ كان أرجو لقاء ربي. فمن كان قبل هذا؟ قبل. فمن كان يرجو لقاء ربه قبل هذا، قبل هذه الآية. إن الذين آمنوا الصالحات كانت أيوة الفردوس نزلا. أه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني العلاج هنا خلاصة الخلاص من هذه الفتن ما هو؟ أن تؤمن تعتقد وتعمل، صح؟ أي نعم، قول عمل اعتقاد بالله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات عمل. ولهذا يقول أن هذه السورة فيها العمل، فيها الحركة، أن الإنسان يعمل، لكن يعمل ليس مع الشياطين. العمل والحركة ليس انتفاضة وليس يعني خروج وليس مظاهرات، لا، يعمل بالطاعة. يعني وقت الفتن ماذا؟ اعمل. ولهذا يقول وردت يعني كلمات كثيرة في العمل، فأووا، ها، فابعثوا، صح، نعم، فانطلق، يعني فيها عمل. فالمسلم الموحد في وقت الفتن لا يقف، يعمل، يدعو الله سبحانه وتعالى، دعوا الله سبحانه وتعالى. أول الكهف أرسلوا من يشتري لهم طعام، وهذا يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال أو يعني عزم على هذا ومضى عليه الصلاة والسلام وأخذ يعمل. إذن لابد من العمل. فالخلاص من هذه الفتن، هذه الخلاصة في آخر السورة، فمن كان يرجو لقاء ربي. ثم آخر السورة ذكر الله سبحانه وتعالى أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرينا الحق حقا، ورزقنا اتباع الباطل باطلا، ورزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.